مالك يابا؟ اتفضل. كنت فين يا بنتي؟ لازم اوقف على الباب من بدري. معلش يابا. شوشة شايل. خش يا شوشة. يا رب يا ساد. اتفضل حط هنا، حط هنا. يا جو اهدى كله يابا، لازمته اهدى كله. حاجة العيال من يد ما نعدمها يا حاج، ربنا ما يحرمنا منك ويديمها علينا وعليك نعم. حاجة تانية يا عم الحاج؟ لا يا شوشة روح انت. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صدق يابا قلب المؤمن دليله، كنت على بالي من دقيقة واحدة. خير يا بنتي؟ كل خير يابا. معرفش هلت علي روايحك بحق من طلع ده من أرض سودة، حستنك داخل علي. بنتي بنت حلال. اتفضل يابا. هتقعد فين يابا؟ خليني احس ان ابويا عندي وانا قد زيارته. اتفضل في اوضه الجلوس. تعالي يا بنتي تعالي. انت ضيف مني ولا ايه؟ وانا ضيف وعز ضيف يابا، ودخلتك علينا بالدنيا بحالها. اتفضل اقعد يابا. قول لي اعمل لك ايه تشرب؟ القهوه، القهوه المظبوطه اللي طول عمرك بتعملها لي. وتعالي اقعدي معاي، عاوز اتحدث معاك في مساله. حاضر يابا. واد يا ريدة. مين اللي بيخبط؟ هو ايه اللي مين يا واد؟ سامعني؟ ايه يا ماما؟ انا تحت الدش. ماني عارفه انك تحت الدش. امال بتخبطي ليه لما انت عارفه ان انا تحت الدش؟ والصابون في عينيا. عشان اقول لك خلص وتعالى سلم على جدك. هو جدي فين؟ فوق الجلوس في حته بخمسه. يا واد اقفل الباب يا واد، ايه الهم ده؟ القهوه يابا. بوش وشها ولا وش القمر زي ما بتحبها، ولعلمك على السبرتاية زي زمان. تسلم يدك يا بنتي. موضوع ايه يابا اللي عايز تحدثني فيه؟ انت عارفة اخوك الحيم تعب ويشيجي معايا قد ايه؟ يوه يا حاج، جاي تفكرني بيه زي ما اكون نسيت. معقول تنسي اللي شفته انا واخوك امك؟ وانا كمان يابا، ولا فاكر الكل وناسين انا؟ لا يا فاطمه، انت استحملتي وشيتي وربنا كرمك وعوضك انت كمان. انما ايه المناسبه يا حاج؟ انا كتبت لروحي نص الملك. نص الملك؟ انهي ملك؟ نص الملك كله. اخوك تعب ورب اخواته معاي، وانا عاوز اعوضه. قلت ايه؟ هقول ايه يا حاج؟ بعد كلامك مفيش كلام. يعني مسامحة يا فاطمة؟ يوه يا حاج، واحنا هنبص للحيم بحق ربنا، رحيم يستاهل نص الملك وقت تعب وشاء. الله يرضى عنك يا بنتي. وانا كمان تعبت يابا، وراسي اتجورت من شير الصورة والمشنات. ماكسك حاجة يا بنتي؟ حسك بالدنيا يا حاج هينقصني ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا جدي، كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا ولدي، اقعد. معلش يا جدي عشان الحق اولع الفول بس. اهو على طولك دي، يغير هدومه ويجري على الخدمه في الجامع بعد الفطور. كله في حب اهل البيت يا ام رضا. ربنا يجعلنا ببركاتهم يا ولدي. خد كل ده يا جدي. الحمد لله رزق الخدمه. تعالى هنا يا ولد، وانت كل ما تتلايم على فلوس تقول رزق الخدمه؟ انت عندك البنك بحاله يما. شفت الواد يا ابوي؟ هيروح يشتري بيها لحمه وفول لاهل البيت. هو ده اللي باقي، اللي يتصرف لله هو اللي باقي.